اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا الجزء من النافذه والذي نخصصه لرصد الوضع الانساني والمعيشي في سوريا. نبدأ من محافظة إدلب شمال البلاد، حيث قال مراسل الجزيرة مباشر أن 14 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات في قصف لطيران النظام استهدف مسجدا وأحياء سكنية في مدينة بنش، كما خلف القصف دمارا واسعا في منازل المدنيين وممتلكاتهم. ضربتين للطيران الحرب في مدينة بنش صباح اليوم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. تكبير وينضم إلينا من إدلب عبر الأقمار الصناعية مراسل جزيرة مباشر علاء الدين اليوسف. على الصورة تتحدث عن نفسها، لكن لا تضعنا في صورة أوضح للخسائر البشرية والمادية التي خلفها قصف النظام على إدلب. نعم، في البداية سارة السلام عليكم. في الحقيقة انتقلنا من مرحلة حلب تحترق إلى إدلب أيضا تحترق. أكثر من 15 قتيلا اليوم سقطوا في مدينة بنش جراء إسقاط صاروخ من طائرة من الطائرة الحربية، صاروخ فراغي على إحدى المساجد في هذه المدينة. 15 مدنيا، نصفهم من عائلة واحدة، هم نازحين من ريف حلب الغربي إلى مدينة بنش التي تعتبر هي من ضمن الهدنة المتفق عليها بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، طبعا المتعارف عليها بهدنة الزبداني والفوعة وكفرية. إذن اخترق النظام الهدنة التي هي منذ أكثر من 8 أشهر في هذه المنطقة. الآن قصف اليوم كان على مدينة بنش، على كان منذ قليل براميل متفجرة على بلدة سكيك، كان هناك قصف على بلدة التمانعة، كان هناك قصف على ريف جسر الشغور الغربي. معظم هذه المناطق تعرضت لقصف عنيف من طائرات النظام السوري. نعم، إذن خرق للهدنة في إدلب مجددا من قبل قوات النظام. نعم، هذه الهدنة مثل ما قلت لك سارة هي هدنة متفق عليها منذ زمن بين قوات المعارضة والوفد الإيراني، هذه كانت متفق عليها مع الوفد الإيراني، لكن يبدو أن نظام الأسد لم يكترث الآن بالهدنة، يقوم باختراقها بشكل مباشر. بالأمس كان هناك استهداف لهذه المدينة، وأيضا اليوم عاود الكرة ليقتل أكثر من 15 مدنيا. مثل ما قلت لك هم نازحين من ريف حلب، يعني ليست مقرات عسكرية وليست يعني أي مجمع عسكري، هم عبارة عن نازحين مدنيين فروا من مدينة عنادان بريف حلب الغربي لكي يسقطوا قتلى في هذه المدينة. طيب، الصور تظهر الآن على دمار واسع في الأبنية والمنازل ونزوح أهالي هذه المنازل، إلى أين يذهبون؟ في الحقيقة سارة لا يوجد أي ملاذ آمن الآن في سوريا أو في إدلب أو في سوريا، يعني نستطيع أن نقول يقترب من الحدود التركية السورية، لكن حتى النظام بدأ كما شاهدنا مؤخرا في مخيم الكمونة
النظام بدأ يستهدف المخيمات، الطيران الروسي والطيران السوري يعني بشكل ممنهج يستهدف كافة مخيمات النازحين. حصلت مجزرة في مخيم الكمونة، هذا المخيم هم فروا من هذه المدن إلى الحدود التركية السورية. مخيم الكمونة على يعني لا يبعد 7 كيلومترات عن الحدود، عن الشريط الحدودي مع تركيا، لا يوجد أي ملاذ آمن. يعني بعد قصف هذه المدينة قد يقتربوا من الحدود، لكن للأسف سارة حتى المخيمات الحدودية تتعرض لقصف وبشكل أيضا شبه يومي. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف، كنت معنا من إدلب. أفاد ناشطون بزج قوات النظام لتعزيزات عسكرية ضخمة على أطراف بلدتي زبدين وبالا في الغوطة الشرقية، وذلك تمهيدا لمحاولة اقتحامها. يأتي ذلك بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام على مدن وبلدات عدة في الغوطتين الشرقية والغربية، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. كما قامت قوات النظام بخرق الهدنة، حيث قامت بقصف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة الزبداني. في محافظة درعا قال ناشطون إن عددا من المدنيين بينهم أطفال أصيبوا بجراح وصفت بالخطيرة في قصف لقوات النظام بصاروخ أرض أرض استهدف حي درعا البلد. قوات النظام تستهدف درعا البلد بصاروخ الفيل من نوع ارض ارض. واحدات دمار هائل بالمنطقة. تراجع إنتاج العدس هذا العام في سوريا بشكل كبير بعد انخفاض منسوب الأمطار إلى ما دون النصف، كذلك حال باقي المحاصيل من شعير وحنطة وغيرها من الزراعات البعلية. وبحسب صاحب أحد الأراضي المزروعة بالعدس في بلدة أطحي بإدلب، فإن سبب تضرر المحصول لا يقتصر فقط على انخفاض منسوب الأمطار بل وعلى غلاء أسعار المازوت الذي يستخدم للري، وإن الإنتاج هذا العام سوف يكون ضعيفا جدا ومن الممكن ألا يصل إلى ربع ما كان عليه في السنوات السابقة. هذه السنة الموسم ضعيف من قلة الأمطار، مواسم ما في، من قلة وسقي ما في، من غلات المازوت، من المازوت غالي ويد العامل حتى من يعني نحن كلياتنا اليد العامل بتتضرر، ما في شيء، ما في موسم، ما في محل، يعني محل موسم محل كامل. لكن نحن بموسم العدس، شو توقعاتك للإنتاج وايش قد تفرق عن السنة الماضية يعني؟ والله بتفرق كثير، وعدس ما في شايفه، إذا إنه كانوا كواديس عدس لبون مو عدس.
هذا ايش قد مكلف اصحابه لمثلا لصار هيك ونهاد ومحل ما في شيء، يعني النص الربع موسم ما في. كنا متعودين في كل سنة إنتاج يعني ما يقارب 100 كيلو للدلم. السنة كان الإنتاج ضعيف فقطع الدلم ما يقارب 25 ل30 كيلو. قام مجلس محافظة القنيطرة بالتنسيق مع منظمة الجنوب للإغاثة والتنمية بتوزيع سلل غذائية على النازحين في مخيم البريقة بريف القنيطرة، وغطت المساعدات حوالي 210 عائلة، كما تم التوزيع على مراحل قليلة ولا تسد احتياجات الأهالي. بحسب مدير المخيم فإنه يعتبر الأكبر في درعا والقنيطرة نظرا لما يشهده من ازدحام كبير حيث يضم نازحي ريفي دمشق الشرقي والغربي. نحن الآن بالتنسيق مع منظمة الجنوب للإغاثة والتنمية نقوم بمساعدتهم على توزيع الطرود الغذائية في مخيم بريقة للاجئين. عدد الأسر في المخيم 210 أسرة من مختلف مناطق النزوح. ستقوم المنظمة مشكورة بتغطية كامل الأسر في هذا المخيم. المساعدات الآن لا تكفي كافة أبناء محافظة القنيطرة، لذلك عم يكون الأمر فيه طولة لتسليم المعونة. نطالب نحن دول العالم بزيادة كمية المساعدات ليكون هذا الأمر باستمرار بالنسبة للإخوة المواطنين على أرض محافظة القنيطرة. تم يوم غد يوم أمس توزيع في مخيم العشة واليوم في مخيم بريقة، وإن شاء الله في اليومين القادمين سيتم التوزيع لكافة المخيمات على أرض محافظة القنيطرة. أنا الوحيد المخيم الكبير، عندي ازدحام، عندي 11 قرية، 11 قرية، ريف دمشق الشرقي الغربي، بعدين كل المناطق اللي عندي هنا كلياتها منطقة حربية. بعد ما شهدته مدينة حلب من اشتداد القصف والمحاولات المتكررة لحصارها، اتجه البعض من سكانها لاستحداث مشاريع تؤمن لهم الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وكان من بينهم أبو فاضل أحد سكان حي قاضي عسكر الذي دمرت حارته بفعل براميل النظام المتفجرة ونزح عنها معظم أهلها، حيث رمم جزءا من منزل أهله وقام بالعمل على مشروع صغير لزراعة الخضروات. بالبداية كان عندنا هون بالحارة الناس عايشة وعايشة بأمان الحمد لله رب العالمين. عدت مراحل عن الناس استهدف في ضمن أجندة يعني في هالثورة أن صار يستهدف المدنية، فاستهدف عنا في عدة براميل متفجرة. استهدف أول ما باشر بالجوامع، باشر بالمنازل. فلحنا هون قصفنا برميلين متفجرين. استشهد عندي من جيراني واستشهد من ناس. فتدمر المكان. وما تم غيري في هالمكان، ما تم حدا غيري. فحاولت إني أخلق حياة جديدة. عملت هيك زرعت. لقيت في الزرع في حياة عند بنبة الزرع. بتلاقي حياة عند اللي بتربي الدجاج او كذا بتتونس، صار عندي ونس. والزرع انا لقيته بسبتخ في الارض اني شيء ما تهاجر لا على اوروبا ولا على تركيا. لقيت ان التربه بتعطيك جلد اني تم هون في هالبلد هاي، لانه بلدنا لمين لتركيا. الشغله الثانيه خفنا نحن من الحصار، عدى في مراحل من الفترات انا بسافر بجيب مثلا ارزاق لهون، طلعت فكرت اني عدى علي ايام انقطع فيني الطريق، انا انفصلت عن عائلتي، فقررت كمان اني ازرع حتى الريف عند الراحه الريف الشمالي
يعني صار عندي دافع اقوى، لان الريف الشمالي يعني مثل ما بقولوا توأم حلب، والريف الجنوبي كان السله الغذائيه لحلب، فقررت انا في ايدي ازرع، لانه السله الغذائيه والتوأم تبعنا الريف الشمالي راح. هاي بقلة، هاي باذنجان، هاي خيار، هذيك فليفة، هنيك كان كنزيرة بصل، قطة، كوسة، هاي بندورة، هاي فاصولية، هذيك فليفة، انشأ الفرن الآلي في مدينة أعزاز بريف حلب خط إنتاج إضافي لسد حاجة المواطنين من مادة الخبز نظرا لكثافة السكان بعد موجة النزوح التي شهدتها المدينة. بحسب مدير الفرن فإن الخط الجديد مع القديم ينتجان حوالي 30 طن طحين خلال 24 ساعة، وتم تأمين الطحين عن طريق منظمات ومراكز تابعة للحكومة السورية المؤقتة. الخط كان يعطينا 14 طن يوميا بشكل يومي من مدينه عزاز. بسبب النزوح اللي صار عندنا من منطقه عزاز صار الخط يشتغل 24 ساعه متواصل وما عم نلحق يعني في النازحين اللي عندنا بعزاز. هون فكرنا بمشروع انه نعمل خط ثاني للبلد بحيث يشيل العبء الازدحام اللي عندنا بمنطقه عزاز. الخطين مع بعض اذا اشتغلوا بشكل 24 ساعه بيعطينا يوميا 30 طن طحين بشكل يومي. بالنسبة للطحين في منظمة الميرسي عقد عنا، بإضافة حكومة المقاطعة كمان بعد رفعنا كتاب، لأنه نحن الميرسي ما عم بكفي، مو صار عندنا خطين ما عم يكفي الإنتاج للخطين. تكلفة الخط الثاني كانت هي 35,000 دولار، وقمنا ببعض التعديلات عليه، يعني وصل التكلفه الاجماليه تقريبا ل 50,000 دولار. سعر الربطه 100 ليره سعوديه من قوه البيع من المخبز الالي، و90 ليره معطيه للمعتمد. الى هنا نصل الى ختام هذه النافذه، نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء.